خلي اخلص لك قهوه اعطيك التردد بعد. اي هسه هذا البرتقال يجي بالمستورد برتقالنا ب 500 دينار يفك فلاح، هذا يفك زرع ما يفك زرع هذا، فشوف ما عندنا زرع احنا لان دمروه بالمستورد، المستورد دمر ما خله. هذا الشلغم 100 150 دينار، الخيار مالتنا ب 300 400 دينار، شلون يصير؟ فشوف الفلاح بطل ما يزرع لان المستورد دمر. الايراني ب 200 دينار بربع، هذا البتيت الايراني قدامك 200 دينار ومن يدش ينباع السوق عجيس. طماطه نفس الحاله، سدوها اسبوعين ثلاثه شهر وردوا فتحوها ونزلت هسه طماطتنا بصار 300 400 دينار. ما اعرف انا المستورد ما مشتغل بيه، والله الناس تدفع قمرق الطبب عادي ماكو بيه مشكله. الناس تدفع قمرق الطبب. ليش ماكو؟ اكو اقول لك احنا 13 سنه حصل ما متنا من الجوع. خلي يقطعونا سنه خمر دنيا من الجوع. ما نموت من الجوع. بس ترجع الناس تزرع، ترجع الناس تستفاد، بس كل هذا كل زرعنا ما بيفايدك، يا تقول له خسران، يا تقول له خساره، يزرع الفلاح يخسر بعد ما يزرع. فأذيه يصير هوايه على الناس، أذيه يصير أذيه على الفلاح هوايه، كلش هوايه بسبب المستورد. هذا الباذنجان دحق وراك 500 دينار، تدري ايش مصرفه؟ والايراني يطلب لك 400 دينار 500 دينار. شو الطالب؟ والله يقطعونا فدنا وخلاص. يقطع المستورد كلية، تخيل تصعد ما يخالف، يصعد المخضر، يصعد الفواكه، تصعد السنه موسم مو مشكلة. بس ترد الناس تزرع؟ خلي الفلاح يعيش، خلي الناس تستفاد. عندنا مي وعندنا قاع، ليش الناس ما تزرع؟ يا اخي مو الدولة ما دعمه كل شيء، مو الدولة، الدولة ما دعمه خلاص. طن الكيماوي على مليون دينار. يعني سببه مو بس انه مستورد. لا لا مو اقول لك هو اقطع المستورد ادعم فلاح. ليش الناس ما تزرع؟ مي اكو قاع اكو هسه اوفر له. اوفر له. هسه هاي من جاية منك ليلة تنباع بربع دينار، ليش هناك بعد؟ برايك الحكومة إذا وفرت له ليش ما يزرع؟ عمي يزرع يزرع ورجع الناس البكانات، كل ما رجع البكانه مي اكو قاع اكو مطر خير من الله وقاع اكو كل شيء اكو موجوده. عمي موجوده اقول لك بعد قبل احنا كنا كل هالعالم فلح شو ما حد استورى شيء، بس هي انطي مجال الناس خلي تزرع، خلي الناس اعطيها مجال ساعتها سماد كيمياوي معدات كل شيء وفر لها الناس تزرع وتستفاد عشت الناس هذا كلها. احنا مجتمع ثلثينه فلاح مو مدني، ترى مجتمع العراق كله تم تريد تحسبه ثلثين المجتمع العراقي هو فلاح. معاناتنا بالنسبه للمستورد ترس الامه العربيه، والعراقي ما جاي ينباع، والعراقي ارخص من المستورد، يعني يجيبون من بلدان الخارج ويفضلون الانتاج المستورد على الانتاج العراقي، فهي شيء ما يصير. يعني المفروض الزرع العراقي بوقت نزول البرتقال او الاقي ممنوع دخول المستورد او البطاطا المستورده او الرق الايراني او الكذا او الكذا، ما يجوز. بقت شغله ثانيه، الزرع العراقي كله نايم ما ينباع وبرخص الاثمان، والمستورد انا ابيع مستورد ولكن اقول افضل الزرع العراقي على الزرع المستورد. هسه الزرع المستورد نايم والزرع العراقي العفو الزرع المستورد ماشي والزرع العراقي واقف برخص الاثمان. يعني الطماطه وقت نزلت الطماطه العراقيه صارت 200 دينار، وقت ما نزلت التركيه ب 1000 ونص. جاي عاني معناته كل المواطنين، انا وانت والكاسب وكل الناس مو بس انا. الطماطه تنزل الطماطه الايرانيه تنزل الطماطه العراقيه، الطماطه العراقيه 200 دينار والايرانيه ب 1000 دينار. ما يصير يا اخي. افرح من والديهم خلي يديرون بالهم علينا وخلي يشوفون الناس عارف الزرع العراقي خلي يمشوه خطيه بلا العراقي عانى ما عانى من كل شيء من تعب من رهاب من كل شيء عانى. هسه شوف البوتيت العراقيه نايمه ما تمشي، بوتيت المستورده جاي تمشي. هل اشتغل من هناك اجي اعيش قوت عيالي يوميتي 7000 دينار بالعربانه.
هل المفروض انا مواليد 65 وهل ادفع عربانة والحمد لله وشكر وكل شيء معي. اردى مساعدتكم، الرهومات رهومات والماكو الله محمد وعليكم. شو طالب الحكومة؟ اطالب الحكومة اكون الشغلات اللي المتوفرات انه يوفرونها، مثل طحين، شكر، تمن، شو كلها احنا نشتريها. يا هل ما اشتريها، اشتري الطحينه، اشتري التمنات، اشتري الشكرات، اشتري الشايات، شنو ما اشتريه؟ الدهين كلهم مشتري. انت تشتري هاي الشغلات؟ اي والله. والله العظيم يوميتي لا كلش وكلش غداي وعشاي وريوقي يعني 10,000 يصف لي 5,000 دينار اذا اتعشى واتغدى هنا واظل 15 يوم. انت من بغداد؟ لا والله بالحمزه شرج. بالديوانيه. يعني انت بالديوانيه؟ اي والله بيتنا بالديوانيه اظل هنا 15 يوم وامشي لهج. الم ال 150 لو 130 واروح على اهلي. اظل 11 يوم 14 يوم يلا يجي. وهاي شغلتنا. الحكومه العراقيه الى تريد هاي احنا مناك من المحافظات ونجي لهنا. كل شيء ما لا فائده ولا زايده، لا ماي اكو وتزرع، لا اي شغله ماكو. والله اخوي احنا سواق الكيات والكناتر عندنا سيطراتنا بدمرارنا دمار السيطره، سيطره مال كفري ومال بحيره. اذا ما تعطي فلوس يكسلك السياره. يا ما عندنا ماكو. تعطيه 100,000 يقول لك روح اطبق يم المطعم. وراح يجيك واحد تعطيه 100,000 وترجع هاي كيه وكرواتنا كلها 200,000 تعطيه 100,000 تبقى لك 150,000 غاز مصرفه 25 ايش تبقى لك؟ تبقى لك 25 يلا وكيلك والسياره بايته هنا يومين وعايفين عوائلنا وبايته وحدها وهسه احنا بايتين بالعلو صار يومين سوونا شاره للسيطرات مال كفري مال كلر الزحام يطبق التريلات على صفحه ياخذ من عندها كل سياره ورقه والكيات الكيات ياخذ من عندها 50,000 بالقوه تواسيل 50 100,000 هو ياخذ بس توصل 100 تواسيل تعطيه 50,000 بالقوه بس حب عبيد اذا ما تعطيه كسر لك الجامه هاي الجامه مكسوره سوي لك اياها الجامه ما اعطيتك كسر الجامه كسر لي اياها ما تقدر ما تقدر تحكي شو تقدر تقول له؟ يقول لك فرها وارجع وين تروح؟ وين تروح؟ نام بالشارع انت مضطر تعطيه 50,000 تعطيه قسما عليك تعطيه 50,000 زين برايك انت من يصير هيك حالات وهذه ترتفع الاسعار؟ طبعا شو ما ترتفع الاسعار هسه ابو المال اذا كروته 200,000 وراح تصير مصرف عليه ب 100,000 حصير 300,000 الكرو عليه اذا البصل ب 500 راح يصير ب 750 البقال بيش يبيعه والمواطن بيش راح يشتري راح يصير ب 1000 ونص الكيلو يتحمل منو اكثر شيء راح يضرب هذا؟ اول اكثر شيء السائق وابو المال راح يضرر ابو المال يضرر الاساسي يعني برايك مو شوف انه المواطن هو اللي يدير والمواطن هم ذلك المواطن هم راح يصير ضعف عليه زين لو لا يعني سبو كان الحاجه ب 500 راح تضاعف 500 فوقها راح تصير ب 1000 المواطن راح يتضرر زين هذا المواطن المسكين ما عنده يعني ليش يجيب؟ اكو ناس كاسبه ما يقول لك انا ما عندي عمل ما عندي لا موظف لا منتسب يقول لك انا على شد 50 25,000 دينار كافيين اسبوع اذا اشتري الطماطم ب 1000 ونص والبوتيتا ب 1000 ونص والخيار ب 1000 ونص شو بقى له؟ يقول لك انا ما عندي مال ما عندي منتوج العراقي دعم ماكو دعم للعراقي لو اكو دعم للعراقي الفلاح المستورد كله ما يدخل ببغداد الفلاح لو يدعم الفلاح مواد كيماويه وماي وغاز لو هالمستورد كله ما يضب وزرعنا احنا كفينا احنا بالعراق حتى كان زمن صدام كنا نصدر لدول الخارج زين ولا هسه كله مستورد عراقي ماكو عراقي هسه افتار العلاوه كلها اذا لقيت عراقي شو تخسر لك يعني عراقي ماكو اي قطعه عراقيه ماكو كله مستورد كله ايراني تركي وسوري ماكو اي شيء ماكو عراقي هسه افتار هاي العلاوه كلها هاي التعاون هاي الرشيد عراقي زرع عراقي ماكو نهائيا كله مستورد يعني هسه العلوه افترت شفت اخب اكثريتها مستورد فلاح العراقي مالتنا تعب فلاح العراقي انتهى يعني بالحالتين لانه دعم ماكو مثل دعم من قبل نظام الصاوي كان عندهم دعم نم كيماوي عندهم لايلون هسه حاليا ماكو فاعتمدنا على من؟ على الزراع المستورد المستورد ده يجينا غالي يعني انا من ابو السيطره ياخذ من عندي ابو الجمرك ياخذ من عندي الطريق كليته سيطرات جمارك فلذلك اذا الحاجه بربع دينار توصلنا ب 500 انا شطر ابيعها ب 600 ارد احصلها ب 50 دينار 100 دينار ولا ما احصلها فهذا كلها يصير الصب سببها على اليمن على المواطن السيطرات هم يعني ما الدوله يعني ما شغله هي الدوله ما تعرف الدوله زين انت لا تفتح لو سدها سدها هسه ذاك يوم انت لو سد السيطرات لو تفتحها لو سدها لا سما لا هم ممنوع ولا هي قمرق ولا هي ما شنو الفيلم ما ادري يوم يقول لك ارجع معك نبات نبغى ثلاث ايام قال لك ثلاث ايام هاي السياره طماطه يرجعوها يتلف الزرع
ثلاث ايام قلنا ما نحمل نخاف، لانه اقل شيء هناك واقف قال لك فرها وارجع، يعني انت قاطع لك 10 ما 12 ساعه توصل لك وتوصل يم السيطره يقول لك هيك بكل برود وبساطه فرها وارجع. تحكي يا يضرب السياره، يهين السائق، اهانه ومسبه وغلط، ما ادري يصير هذا، ما ادري يصير. وحكينا المتضرر احنا اول الناس، احنا متضررين، احنا المكاتب، احنا المكاتب اول الناس متضررين، احنا اجارات غاليه وتدري مكاتب ذول عمال على بالله محافظه جايين هنا، وثاني شيء المواطن هم متضرر، البقال كلها متضرره هي مو بس احنا. هو شيء مرتبط بشيء، اذا انا اشتغل ذا غير يشتغل، اذا ما اشتغل، اذا ما اشتغل البقال ما يشتغل، المواطن ما يشتري، فكلها متضرره. سبب يعني هم الدوله، هي الدولة بتلقي لها حل، الدولة حل، ما صرنا احنا ناشدنا اكثر من القناة واكثر من قناتكم ناشدهم، شوفوا لنا حل هاي المشكلة يعني يعني. وهذا احنا خصوصا المواد انت هذا الزراعي يعني كل ما يبقى بالطريق، لانه السلاح لا محمل خشب لا محمل حديد، هذا اذا يوم بقى بالسيطرة يضرب نذبه شيله ورا علوه. والزرع غالي يعني، اقل تريل هسه كلفته 15-16 مليون، اقل تريل كلفته يعني، اذا انا ثلاث ايام ما يوصل لي اشيله واشيله مرة ورا علوه. فالله العراقي احنا عندنا مواسم نوبات، هسه ذاك اليوم هسه البوتيت عندنا العراقيه نزلت، احنا ما نجيب اذا نزل العراقي، احنا ما نجيبه لانه ما نقدر نجيبه. هسه العراقي بوتيته 300 مو 300 وربع دينار، 300 وربع ماكو دعم، هذا 300 وربع. لا احنا قلنا ما نجيبه، ما تصرف لنا كرواته ربع دينار، فمن ينزل العراقي احنا ما نجيب يعني غير علوى عراقي اكون اشتغل بيه. احنا صار لنا سنين نشتغل بالعراقي، كنا حتى نصدر العراقي، تالي اشوف ترى بالعكس شنو الفيلم ما تدري. فلاح العراقي متضرر يعني، دا يجي زرع تنزل السلعة العراقية يعني، أول ما تنزل تجي تلقي قدامها مستورد، والمستورد أرخص من العراقي. بالإضافة إلى هذا أنه الفلاح العراقي ما عنده دعم، لا بذور لا أسمدة لا يعني لا مواد. أي يجي المستورد قلت لك أرخص من العراقي، والعراق سوقه ثقيل زين، ما طالبنا يعني خدمات يوفرونها خدمات يعني. احنا هسه هاي العلوه بالشتاء تقعد، خاصه من يصير مطر، من تمطر الدنيا هاي العلوه تقعد ما حد يطبلها. هم هسه بدوا بها على اساس انه يبلطونها، وهاي مبادره زينه، ونقول مكت الله تتطور العلوه شوي يصير بها حركه زين. والله ما تغير اي شيء، ما تغير اي شيء. هو اصلا ما طبل هاي العلوه ولا شافها، طب ذيك النظيفه زين ومخدومه ذيك العلوه، صوروا بيها لانه نظيفه وطلعوا، هاي ما حد طبلها ولا حد جاها. وبنفس الوقت اللي جاء هو، نفس الوقت اللي جاء هو كانت هاي فايضه ما حد يطبلها، تجي هنا لو جاي هو مصور هنا كانت بس خيسه زين، ومي المطر نايم بمكانه، حتى البلديه ما يجون الا ندز عليهم زين، وياخذون من المكاتب يلا يجون. انا احكي وياك، انا خريج زين، خريج ما حصل التعيين ورجعت للعلو زين، واكو عمال اعرفهم انا يدفع عربانه وهو مهندس زين، واكو واحد عامل نظافه هنا هو بالعلوة خاص بالعلوة، هو مهندس كهرباء زين. احنا يعني بالعراق ماكو شيء بمكانه، ماكو يعني ال 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 الخريجين والشهادات كلها معدومة، جايبين ناس اصلا حتى مو خريجين مشترين شهادات وخليهم بالمناصب. كلش مو زينه، اولا بها زباله، بها مستنقعات كلش هوايه، لا بها مجاري لا بها تنظيف، يعني اكثر شيء يذبون وساخه ما شنو، والناس ما تلحق يعني. والمجاري هسه الحمد لله والشكر اخوتنا من عمي صار لها قد 50 سنه ما بيها ولا حبيبي، والله العظيم ذاتك 50 سنه ما بيها زين. نعم نعم اي والله الحمد لله، هسه الحمد لله من رئيس الوزراء عادل الاستاذ عادل عبد المهدي، وعانى
من هالمعاناة اللي بها العلوة الحمد لله والشكر، وهسه مجاري وتنظيف وتبليط والحمد لله زين. انت من العراق؟ والله انا من السماوة، نعم من السماوة، بس شو اقول لك يعني، وزاي قاطع 300 كيلو على لقمة العيش هاي الصعبة زين، حصل 5000 10000 اكثر ورزق على الله. العلوة بطور تطوير هسه حاليا، لان رئيس الوزراء اجى لهنا افتر وانطى امر انه تتبلط، ان شاء الله راح تتبلط وتتحسن، بس المشكلة مشكلة تاني المكاتب هنا، ومشكلة الفلاح مشاكل رئيسية صارت، الفلاح مي ما عنده، دعم ما عنده، انا اكثر من قناة حكيت على هذا الموضوع يعني. الحاصل مالته يقول يشتكي سهل البصرة، اشتكى وقالوا الطماطم مالتنا ما تنباع، هسه قامت تنباع الصندوق ب 30 الكيلو ب 1000 دينار، الا المستورد انفتح يلا. زين قرارات رئاسة الوزراء على مود الحدود وعلى مود الطريق، الى متى يا رئيس الوزراء؟ ايش وقت تسوي لنا حل لمسألة الطريق ومسألة العصابات اللي بالطريق؟ انت تقول حكمي بس ببغداد، حتى واحد يعرف يتصرف يلغي التحميل من الخارج. يعني الحدود على ايران مفتوحة، الحدود على تركيا مفتوحة. نفسيتكم انطيتوا قرارات الجمرك كلها صار بالشالة الصفراء، والجمرك صار على ابراهيم الخليل وصار على المنافذ. زين انا اروح اشتري من سليمانية من اربيل كلهم مجمرقين عن طريق كوبري، عن طريق الشمال، عن طريق ابراهيم الخليل، ويتلقاني بالخالص ياخذ من عندي 200000. هاي السيطرة مال كفري، شلة مال حرامية كلها لابسة ملابس دولة وباسم الدولة يبوقون، الى متى يا ابن عمي؟ تجي من هنا على دياله نفس الشيء، يعني معاناة فظيعة. هاي سيارة الله وكيل محمد كفيل، هاي سيارة 300000 دينار منطين عليها، وانا مسؤول عن كلامي. 300000 دينار انطينا عليها يلا عبرت يابا، شنو محمله برتقال؟ اكو برتقال ممنوع؟ لا انت ليش تطبه من الحدود اذا مانعه؟ نفس الشيء التفاح، نفس الشيء طماطه بالتلفزيون كلها علنا وانه الطماطه مسموحه، طماطه مسموحه ليش ما تخليها تطب؟ ليش من تعبر الا تغطيها بوتيتا؟ زين بوتيتا مال فلاح محليه هسه كل واحد مشتري بذور بملايين الدنانير، طببوا عليه البوتيتا الايرانيه، بوتيتا الإيرانية بربع، بوتيتا الفلاح بثلاثة ونص. زين انت تدري تطبب الزرع، ليش تبيته ثلاث ايام وتضر التاجر او تضر ابو المال؟ افسحوا مجال العالم خل تشتغل. تريدون تحاسبون سووا تسعيره. سووا تسعيره، ليش بس انتوا الموز والشغلات الفواكه شو اسمه لازميها رؤساء الدوله والكبار اللي بالدوله لازميها، واحنا هنا المسوكش البسيط او ابو المكتب ما يقدر يبيع. حدده بسعر، بس اهم شيء الطريق. طريق موتونه نقضونه، اهل الكيات يبكون، اهل والسوق تعبان، قدره شرائيه ماكو، نقد ماكو عند المواطن. خلي يجي المواطن، خلي يحصل مستحقاته اللي المطلوبه يقدر يشتري، لو قدره شرائيه اكو ما يخالف. شنو خيار ب 300 دينار ما يرضى ينباع؟ ما ينباع زرع، ما ينباع ابن عمي، خدمات ماكو، والشغله الاساسيه الطريق. طريق انت قمرك فاتحه، ليش يا اخي؟ ليش تاخذ من العالم؟ تاخذون خوات من العالم اللي مكسرين جامته، واللي مكسرين جامته، واللي مكسرين طاقين تايراته على يا مال. زين اليد العامله، انا قلت اليد العامله، ايش خل اقول لك على اليد العامله؟ هذول اليد العامله هذول ثلاث ارباعهم فلح، عافوا قيعانهم لانه مي ما عندهم، وقدره على شو اسمه على الزراعه ماكو. المصرف الزراعي شله مال حراميه ياخذون فلوس باسم الفلاح وقيعان وهميه ويخلون بجيوبهم. والفلاح ماكل كل شيء، ماكل تركتر ما عنده، كيه ما عنده فلاحيه، والاهم من هذا كله موارد مائيه ما عنده. اليد العامله هم كانوا يجيبون الباكستانيين، اليد العامله الباكستاني والهاي ما يعيش ويا ذولا. ليش؟ لانه ما عنده لغه، ما يعرف حتى انجليزي ما يعرف. بس كثره وكثره يعني اليد العامله من الخارج طبعا، هذا هم ماتين غلط، لانه هي البطاله الموجوده بالعلاقه تقريبا 80-90%. انا سولف ويا خريج اكاديميه كليه قاعد اشتغل بالعلوه هنا، أنا بيع او ابو مكتب او ابيع واشتري، وانا خريج اكاديميه، واحد غير المفروض مخلص ماجستير ودكتوره، بس لما نتخلصها شو وقت؟ بوقتنا كان وقت الحصار، بوقتنا كان وقت صدام حسين. هسه الدوله بدات تستقير، ورئاسه الوزراء بدات تقوى، الاجهزه بدات تقوى. اضبط حكومتك، اضبط طريقك. شنو انت يعني شلون تعطي قرار جمرك ماكو والعالم تاخذ بمكان جمرك فلوس خاوه؟ انا حاكي لا 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 قمرق، لا لا بوك صدام حسين القمرق رسمي، تفاح والموز واي زرع يستوردوه من الخارج
يدخل قمرق رسمي من الشمال ومن الجنوب ومن الأردن، خط الأردن أكو زرع أردني يفتر على سوريا ومن سوريا زاخو على مود يطب للعراق. ليش؟ أفتح طريق الأردن. بس الدولة ما مسيطرة يا ابن عمي، عصابات ومافيات. شخص بالدولة يملك له 400 براد، شخص بالدولة يملك له 5 علاوي. ما نريد نسولف كل اللي زعي، بس احنا نريد الأمور البسيطة. الأمور البسيطة قرار من رأس الوزراء شالوا المنافذ الحدودية اللي بداخل العراق، خلوها على جانب، اتفق ويا الجانب الكردي، جانب الكردي ويا داخل قمرك مناصفة من ضمن حصته 17% عادي. انت ليش بالطريق تتلقى ما تخليه يعبر؟ يعني اللي يحمل من أربيل يفتر على السيماني ويفتر على كفري ويتلقوه بالكفري، كفري يتلقون 200,000 250,000 يلا. يجي يحمل من كرر يدي يفوت على ديالة على كباشي، هم شعبة مال عصائب مدري هرملة مدري مين ما مين، كل ما يريد له 500 و600. فسووا لنا حل يعني، هذا هاي الرسالة وصلوها راسي رئيس الوزراء. الطريق خلي المواطن ياكل براحته. يعني برتقال بدل ما يوصل ب 500 والبقال يبيعه ب 750 خلي يوصل ب 300 ونبيعه احنا ب 310 مو 25 حتى المواطن ياكل. هاي العصابات نهوها من عدم مال الشارع عمي، والله فشله بالقران. احسن بلد بلدنا واحسن خير خيراتنا، والعراق دمروه هذول العصابات اللي ما يقدر يسيطر عليهم. والله الطريق مو زين، هاي السيطرات معاملتهم يعني مو زينه، كسرون جامنا شلعونا الارقام. اي لازمنا سره منا 3 ساعات يلا نطلع خلص. وضعنا فنا مو زينه ويانا، واحترام ماكو، يضربون السيارة يأذونك يغلطون عليك. هاي أول تالية بعض السواق كسرة والجام الأرقام شلعوها غلط ورزايل وشتايم، تعرف أنت هاي مأساة الطريق. ما عندي إشكال بعد أنا أضيف لك إياها. إحنا بالباب من طب أول بدايتنا 2000 دينار يأخذون من يمنى بابية زين، يسدوا العلو علينا خيسة تعرف، إلا بالشتاء تلبس جزمة والله العظيم الحد لنا، ولا يشوف المعاناة. هذا المستورد يطبنا، لو يطبنا مستورد نشتغل، يطبنا العراقي العموله مالته 12% وقطعه 1000. هذا المستورد اللي يجينا من الدول يعني عمولته 3% وقطعه 1000 زين، وهل يشوف المعاناه؟ معاناتنا خيسه، لاكو خدمات، لاكو مجاري، خدمات ماكو زين. يعني ياخذون بس فلوس قراج ما عندنا، يعني ذب سيارتك هنا تلقاها شخطه جهال، تلقاها فتشي، معاناتنا تعبانه زين. فريد خدمات يعني، يريد مجاري، يريد تبليط، يريد شيء يعني للاحسن. يعني الى دعم ماكو من الفلاح، دعم الفلاح يريد يعني من الدوله دعم زين، الى ما تدعم الدوله ما يقدر يشتغل. يعني هسه الطماطه العراقيه كانت قبل يومين ثلاثه كان الكيلو بلف دينار بلف وربع، من نزلت الايرانيه هسه الايرانيه ب 500 دينار. شوف الفرق، انا وين انتجه؟ انتجه للايرانيه لان رخيصه الايرانيه، فتبقى العراقيه ينزلون سوقها. فاحنا جماعتنا العراقيين يلزمون شلون ولي علينا، نريد نقول من ماكو ايرانيه ماكو مستورد يساعدون السوق علينا، فما نقدر نشتغل. فاحنا شو نريد؟ نريد دعم من الدوله للفلاح، فلاح من الشيء يرخص مالته ويكثر راح ينزل، بس لان هي تجي تريلتين العلوه طماطه، طماطه ايرانيه ماكو، سادين الحدود يلزمون ولي علينا. يعني مو يعني شلون ولي باحتساب انت شلون تحسبها ما اعرف يعني زين. هاي المعاناه اللي نعاني من عندها. احنا بالسيطرات بالله يعني الطبوبه رخيصه بالعلوه من هناك، بس من التسليب وين التسليب؟ يوم سيطره السفره، سيطره السفره شالوها ومننا لهنا سيطره هم الاحزاب، ويقول والله شنو للحشد. الحشد من احنا يجون ياخذون من عندنا منا من العلوه، لان الطين ما مقصرين وياهم. يعني تسليب علني، يعني هسه غاليه الطماطم، يعني من قاع تصير ب 600 ب 700 دينار. شاكل الفقير؟ شاكل يعني شو يريد؟ يعني شو يريد ياكل الفقير؟ ياكل ب 750، ما ياكل الطماطم ب 750 فقير. بس العده ولا يريد ياكل العده ياكلها بلف بلف وربع، ياخذ لك كيلو كيلو. هذا زرع ينام عندنا، هو عندنا سقطه البرادات واللوريات كلهم سكتين، احنا بهذا نم. يعني هاي بتيتا بتوصل لنا هنا ب 400 و 300 وسيطره سلمان بيك دمرت العالم. هذا الصايخ اياه هسه اجيبه لك مفشوخ منا لنا. والله العظيم دمرونا، لا اكو جهات يعني تراقب لا شيء. يعني كل سيطره اقل شيء ياخذون من عندك 50,000، يعني اكو سيطرات 50,000، سيطره 250,000، يعني جبايات معروف. يعني كل شيء ماكو، تمشي منا لنا سيطره، واقفين دوريات ما تعرف. يعني بس تسليب علني، ما تراقب احد، ماكو جاي يراقبون.
يطلقون عليهم عن الدوله قاعد والله تسليب باسم الدوله عمي الله شايف تسليب عمي ما تعرف جيش ما تعرف استخبارات ما تعرف حشد ما تعرف طوارئ يعني كل من لابس له زي وجاي واقف بالشارع الزرع ينام اسبوع اسبوعين عنده هناك يعني نبات يومين ثلاثه والزرع تدمر يعني احنا سواق ده نخسر يعني ده ندفع شو اسمه الخساره مال الزراعه يعني التاجر يقول لك اذا ما طب عليك ابو المكتب نفس الشيء يقول لك لا تجيني لا طب لي يعني هنا وين نروح العالم شو تسوي تذبح يقول لك ارهابي تقعد بالبيت يقول لك ليش ما تشتغل ماكو قمرك على اساسها ماكو صفره ماكو بس مخلين جبايات وسيطرات لها كل ما صارت لها بكانه ينغفون 250 كل سياره والله تعبر سيطره الناي نوب تعبر سيطره الناي هم تلقاك سيطرة الاخ هم 250 هم 250 خاصه سليمان بيك يعني سيطره سليمان بيك اهاين وغلط وكسرون الجام وياخذون فلوس من عندك ترضى ما ترضى يقول لك ما تعبر تبات يومين ثلاث ايام شنو الرسم 250 الف شنو وجه هذا 250 الف ياخذوها ممنوع صادروا للسياره ليش خاوه خاوه الله وكيك اخذوا خاوه اي خاوات قسم بالله خاوه وبسلاح يضرب طلقات على السواق اي والله صحيح والله طلقات ولا ماكو ثقه وتقول هذا حكي مو صاير صور هناك روح هناك وشوف روح مدنيين مو التاجر تاجر التاجر هم بسيطه كله يتحملها المواطن هكذا يتحمل المواطن كل العبء يصير على المواطن الطماطم 200 دينار مشتريها صارت ب 300 ويا الكروه دفعنا خاوات بالطريق صارت ب 400 اجت هنا 500 ب 600 اجت هنا متاخره الطماطم تالفه انا هم احمل سعرها يلا بيعها لان صراحه ذبه تلف بسبب تاخرت بالطريق من يتحمل هاي كلها المواطن يتحملها صارت ب 800 وب 1900 يعني الفقير يعني الفقير ما اذا تصل بيومها تنباع رخيصه وما تدفع خاوات بالطريق تصل بسعر المستارد انت بس جاي تدفع خاوات ثلاث سيطات اربع مال الناي مال بيش مال شو اسمه مال الصفره بمكان الصفره صفره شالوها بقى بمكانها وبالناي ومال سليمان بيك هاي كل سيطره 250 200 250 انت شطاتك بعد واذا ما تطيك والله يقتلوه والله هسه شاقي الراس الله شاد راسك شوف هسه شوفك اياه قال لمن اشتكي خلنا اشتكي طق بطق يقول انا سني اخاف اشتكي والله على ابو سني ما يخاف ما حيشكي ويخاف ذاك وين نايم على الشربايه داوينه ذاك اياه شو تسوي مو بس احنا بس اي سائق اساله قول له يا عمي شنو الطريق شوف شو يقول لك اي سائق شوف اسوي لقاء احكيها شو شو يقول لك ثلاث سيطرات هسه مدمرات الشغل كله مال سليمان بيك ومكان الصفره اللي شالت ومال الناي سيطره سيطره الشعب بها مجالب 20 ب 10000 تعبر عشان طق بطق ذولاك 200 وفوق يعني يطبب لك تريله مفخخه 250 اي والله يطببون والله العظيم لا تفتيش ولا هاي فلوس والله العظيم شلون الفلوس ياخذوها خافوا لك طريقه ما يعرفوا شلون ياخذوا الفلوس تجي تمشي السائق تترك سيارتك بعيد عن السيطره تجي مشي تطيل فلوس وسجل رقمك وين بالموبايل مالته الخمسه ارقام سته يخابرك يلا عبر عبروا ذول خمسه قطع الطريق اجوا لنا بغير مجموعه ثانيه همينا طول فلوس سجل اسمائهم ولا شوي خابرهم وعبروا وعلى الرنه يوميتهم الله وكيك ذول سيطره بيش ما شو اسمه مال الصفره ومال الناي وسليمان بيك والله يوميتهم 200 مليون 300 مليون اي والله والله والسره وين واصل؟ فد 20 25 كيلو متر السره مال السيارات المشتكى لله ما غيرها مشكله الزرع المستورد هسه حاليا في الاسواق صار في السوق كميات كبيره وهذا شوي ياثر على الزرع الفلاح العراقي وتعرف انت كل ما يصير شويه السلعه زين العراقيه كل ما ينتعش المستوى مال العامل مال الفلاح مال المستوى على العموم طبقات العامله كلها شنو سبب انه قاموا يستوردون؟ مستورد هو يعني الزرع ذيك الدول تدعم الفلاح مو مثل العراق ما الزرع الفلاح ما يحصل دعم ابد هل هسه ذاك الزرع مدعوم من قبل الدول مالتهم احنا ما عندنا دعم الفلاح اللي زرع المستورد يصير ارخص من الزرع المحلي السيطرات عندك السيطرات هسه تاخذ اموال يعني تعرف انت شغله الرشوه وما رشوه وهاي تسليب اصلا علن الظهر الاحمر الله وكيله تسليب وياخذون فلوس بدون مبالغ بدون وجع قلب كلش 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 يعني هذا منو راح المتضرر الاكثر المواطن كل هذا كاهل على المواطن والمواطن طبقات الفقيره جدا بس والله الناس اللي عندها كسب هاي ما يصير عادي ماشي عنده شنو قحطه سكر برتقال ب 550 600 بس الضعيف اللي ما عنده يقع بيه يعني تحمل زرع يجيك من ايران الزرع من ايران للحدود يومين يلا يوصل للحدود بالحدود
تحمله من الحدود لبغداد يظل 3 أيام بالطريق، يعني كلها المسافة 3 ساعات 3 أيام تصير بالطريق. السيطرة ما ياخذ منك بالسيطرة، يقول لك تروح للمطعم يما بالمطعم تخلي 100,000 دينار وتعطيني رقم السيارة واسمك يلا تطلع السيارة. زين هذا الشغل مالنا صحيح؟ يعني الزرع إذا يطب الزرع مثل البوتية تطب 300 دينار من راح تروح تطي بس السيطرة هاي 100 وذاك 50 وذيك السيطرة 25 وهاي مال الطريق 30، يعني طب الزرع عليك يتنك ب 400 دينار بيش تبيع المواطن؟ 500 دينار بيش تبيعه؟ يعني هاي ابسط ما يمكن. والزرع يتعطل يعني خياره لو طماطاي تتحمل 3 أيام بالسيطره؟ 3 أيام، يوم الرابع يلا طب لك، عود تبيعها يوم الخامس، شو يضل بالزرع؟ يعني مأذين، مو بس مأذين المواطن، مأذين المواطن ومأذين البياع شراي ومأذين اللي يستورده من برا. يعني هاي ابسط شيء. وهاي المعاناه مال العلوه، مجاري تعبانه، مي ماكو، كهرباء ماكو، تبليط ماكو، تمطر الدنيا يرادك خلشي فد 10 15 يوم يلا يقدر يطب لك بقال العلوه، يطب بقال يلبس تكرم جزمه ما يقدر يمشي بيها من المي والطين تكرم والخيسه. يعني هسه عود هسه قاموا سووا مجاري على السناد، والله صارهم تقريبا حوالي شهر يشتغلون بيها، قالوا ان شاء الله راح نبلط ونسوي المجاري ونسوي الكهرباء. بوري جايبين لنا يا خير من الله، البوري هذا مال المجاري ابو الستة يعني يسحب هاي تكرم هاي المي ولا هذه الشغلات. فهي كلها شلون ما تريد تجيبها، هي كلها شغله تعبانه، ماكو شغله عدله ولا اكو شغله صحيحه. وبعد احنا انا لله وانا اليه راجعون. استاذ عادل عبد المهدي ما طب هنا للتعاون، طب ذيك العلوه مال البالوني والعلوه الجديده هاي مال الرشيد، علوه مبلطه وجديده واستوى مكمليها واثنين جدت، يعني تمطر الدنيا ورا 5 دقائق تنشف القاع ماكو شيء بيها، مو مثل هاي المصيبه اللي هنا عندنا. ونقول احنا كل هذا الحمد لله، ويا من تحكي على الاجارات مال المكاتب، اكو مكتب اجاره للدوله 8 ملايين بالشهر، هذا انا مكتبي هذا اجاره 8 ملايين بالشهر للدوله للجمعيه. زين وهو هذا الشغل نشوفه، يوم نشتغل واربع ايام خمس ايام قاعدين، ونقول الحمد لله وشكرا هاي مسلكيها والله كريم، الله يرحم الراحمين. والله الفلاح اموره تعبانه، يعني الكيماوي غالي، الزرع حل شو ضعف ما حد، الايراني ضعف مستورد، دمرين فلاح هواي معاناه، يعني ماثر علينا هواي. خلي يدعمون الفلاح. دعم ماكو دعم، وايراني نازل بالسوق هواي، والله ضال الزرع مالنا. هسه الاهانه العراقيه، ليش الطب الايرانيه ب 350 ب 400 دينار، الطب العراقيه 150 دينار؟ الفلاح ما يندعم، وثاني شيء هذا البصل يطب عليه المستورد ما يمشي. يعني كل السوق اللي يطب زرع ايراني يموت الزرع العراقي. خلي الزرع العراقي يقطعون المستورد الايراني، الزرع العراقي يصعد. مكان ما ينباع 150 دينار يصير ب 400 دينار. هسه الفلاح متدمر. لا هو المستفاد ولا غير المستفاد. هي هاي المشكله. اقطع الحدود الايرانيه. بس بدون الحدود الايرانيه الفلاح مستفاد، الدوله تدعمه، لا كيماوي، لا مي، لا شيء. يعني بس الزرع الايراني قاعد يطب لنا اكثر شيء للعلوه. يعني البتيتا قبل 5 أيام 6 أيام الايرانيه هسه ربع دينار، والعراقيه بربع دينار. خلي يسدون الايرانيه، العراقيه يصير 750 دينار، الفلاح مستفاد. ماكو شغل، ماكو، كلها قاعده على العالم، ماكو شغل، يعني ماكو وين تروح العالم. هسه طلعنا انا باب السوق كلها قاعده، ذولا يعني شباب يدفعون عرباين طبون. هاي بعد شنو تريد بعد؟ والله الوضعيه مو ذيك الوضعيه، يعني عندنا بس الاربعاء والخميس والجمعه شغل هنا، باقي الايام ماكو شغل. سبب شغل ماكو، من يجي يعني من يشتغل؟ ماكو شغل، يعني من يصير شغل يصير سوق قوي هنا عندنا، يعني ما نلحق حتى نبيع. هو من زمان جاف النهار، ما بيه النهار، يعني كان يجي من الثرثار من الفلوجه من هناك، كان يجي هسه ماكو، انقطع كله انقطع. هسه عود اليوم اجى من هذا مال الموصل، باع هذا ذاك اجى من الموصل اليوم، يلا اجى ماكو بعد. جري يجي من العماره، وهذا يجي هذا تركي، من تركيا يجيبونه مجمد حلو لهنا، واحنا هنا بالبصره عندنا زياد من تركيا. هسه انت عندك ابسط شيء عندك مشمش بسامره انتهى بسبب الحروب، عندك برتقال دياله، تمر البصره انتهى بسبب كل حروب، حرب الايرانيه، حرب الخليج، سقوط بغداد، الطائفيه،
لعبت كلها ادوار وصفحه داعش اللي سقطت الاول والتالي. سبب ارتفاع ماكو منتوج عراقي، ما عندك منتوج عراقي، الفلاح بعد ما تجي للزراعه يقول لك انا ازرع واتعب، تالي ما تالي المواطن ما ياخذه او التجاره ما ياخذه، يتجه المواطن لمن؟ للمنتوج الايراني والتركي لان يصير ارخص. هاي سببها. ومن عدد الحدود يعني انت تعرف بعد سالفه الجمارك والبتريلا زاد سعرها لان شغلك بالصيف تبريد يزيد السعر، كروتها زادت، اسعار كل شيء صعد، اكو ناس تقول ياخذون اكو ناس، بس الدوله هي صعدت الاسعار. هي هسه قامت تاخذ ضريبه كل المنتوجات باستثناء المنتوج الصيني. المنتوج التركي، السوري، السعودي، القطري، كل ياخذون عليه، بس المنتوج الصيني، اذا انت فلوس امكانيه واسطه قويه تعبر بساعه. ما عندك تبقى شهر شهرين لما ينتهي المنتوج الشمول بالشارع. ينتهي. زين برايك من وراء هاي؟ هوايه، مافيا. ما في عالميه هاي وراها، كلها تجاره. هذا تسليم موجود، احنا اكيد احنا الدوله الوحيده اللي اكثر شيء تاخذ رشاوي. معروف هذا الشيء، اذا ما تعطي ما تمشي. تعطي تمشي، هذا الشيء اكيد. المواطن العراقي طبعا. الاذيه كلها على المواطن العراقي. هذا الموت كنا نبيعه ب 1000 دينار، هسه رجع صعد 1400 راح يصعد بعد اكثر. لان انت ما عندك منتوج. يطول منتوج عراقي، يمنعون استيراد، صعد المنتوج العراقي. الفلاح قام الشيخ. ضربوا المنتوج العراقي، فتحوا الحدود يتوسل، يعني هي هاي الشيء. اخي المستورد ضرب السوق العراقي. كودين رخيص، يعني حاليا هسه موجود بالعلوه تروح كله مستورد. اكو حاصل عراق، مو ماكو، اكو. عندك الدياله بيها حاصل عراقي، الطارميه بيها حاصل عراقي، بس اكثر شيء البقاقير يدورون رخيص. يعوفون العراقي يروحون على المستورد. فهذا المستورد كله ما يبي اي فائده، بس الحاصل العراقي لا افضل. لان شنو سعره غالي بالعلوه. والبقال ما يدور يعني سعر غالي وهذا، يدور سعر مناسب حتى شنو يمشي. فالمنتوج العراقي انا اقول افضل من المستورد. بس العالم مع الاسف الشديد الدور ارخص. يجينا تركي، يجي ايراني، يجي سوري. يعني انحاء العالم يدزوننا هسه، انحاء العالم هسه. حاليا عندك الخيار هذا ايراني، الباذنجان ايراني، هسه البوتيات عراقيه، الطماطم تركيه. احنا ليش ما جماعتنا الفلح دعموهم، الدوله تدعمهم حتى يشجعوهم على الزرع. هو هنا السؤال، الفلاح العراقي يعني دي يوصل له دعم؟ هو يعني لا، ما دي يوصل له دعم، ولهذا عارف القاع مالته و ما يستفاد من عندها. يقول لك ما هذا الانتاج المستورد كله موجود بالعلاوي رخيص. البقال يقول لك انا ليش اروح اشتري عراقي؟ اشتري هذا المستورد ابيعه حالي الحال العراقي. والمواطن عندنا العراقي هنا ما يعرف، تمشي عليه ما يعرف هذا عراقي، هذا ايراني، هذا سوري. زين فشوف يعني بعض المخضر ما يبي اي مونه، ما يبي اي طعم، مو مثل العراقي. شوف عندنا الخيار العراقيه ها بيها نكهه وطعم. الايرانيه يصير بيها زفره. وكلهم يعرفون كل زين، يعني البقايق كلها تعرف، يعرفون هذا الحاصل، يعرفون مو مثل العراقي. فاحنا نريد من الدوله تباوع الفلح حتى تدعمهم، تطيهم. المتضرر الاول الوحيد المواطن. المواطن لو يركز شويه على البضاعه العراقيه احسن من المنتوج المستورد. العراقي افضل واحسن، بس هو المواطن ما يشجع البضاعه العراقيه، ما يشجعها. ليش ما اعرف، اهمال ها بالفعل. يعني هسه عندك البرتقال العراقي ب 1000 دينار، تروح على المستورد ب 500 دينار. انت لو شوف ابو ال 500 وتقارن ابو ال 1000 اكو فرق هوايه. هاي العراقيه حلوه، ليش ماكو اي طعم ما بيها.
جوازات على باكيتين للقوانين. رمضان مصري.